اسهل نظام تمارين منزليه للمبتدئين لتحويل شيب الجسم. التمارين دي تعتبر فول بادي ورك اوت، يعني تمارين جنرال للجسم كله بس مركزه على الخفسه والمؤخره والافخاذ. تقدري تلعبيها يوم وترتاحي يومين، وخلال شهر هتلاحظي نتائج كويسه جدا. تعالي ندخل في التفاصيل على طول، بس ما تنسيش تعملي لايك على الفيديو، ولو اول مره تشوفي قناه فيتنس ايجيبت اعملي اشتراك وفعلي الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. اول تمرين معانا اسمه ستاندينج ليج ليفتس اوتر ساي جلوتس. التمرين ده تمرين بيشتغل على امتلاء الخفسة، بيظبط الهبس وشكلها، وممكن تعمليه برجليكي فاضية عادي، بس هو سهل جدا واي حد يقدر يعمله باستك المقاومة. لو ما عندكيش استك مقاومة فتقدري تلعبيه باي استك او حاجة مطاطية تعمل مقاومة، هيكون افضل بكتير وهتحسي بفرق في شكل العضلة النائمة بعد فترة. اقفي في مكان فيه جدار او كنبة او اي حاجة قوية تقدري تسندي عليها وما تقعش، وقفي رجليكي الثابتة تكون جنب الجدار والرجل اللي هتتحرك تكون بعيد، وتبدأي ترفعيها بالشكل ده، بس ركزي في النزول هيكون ببطء. التمرين ده ممكن كمان تعمليه بأي وزن مش لازم أستك، يعني لو عندك دمبل أو أي حاجة تقيلة تقدري تحطيها على رجلك وانتي ماسكاها بالشكل ده، وعدي بقى لكل رجل مجموعة بحيث المجمل يبقى 4 مجموعات لكل رجل، وفي المجموعة مش أقل من 10 عدات. التمرين ده مفيد جدا للناس اللي بتعاني من الخفسة وتوزيع الدهون الخاطئ في المكان ده. تاني تمرين معانا اسمه ووكينج لانجز. تمرين افخاذ سهل وبسيط تقدري تعمليه في اي مكان في البيت. بتقفي جسمك مفرود وتبداي تنزلي بركبه لقدام زي ما انت شايفه، ولما تطلعي ركزي جدا ان العضله هي اللي بترفعك، يعني حملي وزنك على عضله الفخذ وانت بتطلعي، يعني ما تاخديهاش تمرين شبه المشي وتمشي كام خطوه وتقولي انا اتمرن، لا لازم تركزي جدا على ان العضله هي اللي متحكمه وانها هي اللي واقع عليها الوزن والحمل كله. لو حسيتي التمرين بسيط وسهل قوي شيلي وزن في ايديكي وليكن ازازتين ميه كبار، امليهم رمل وحطي عليهم ميه واقفليهم كويس واستخدميهم بدل الدمبل. وخدي بالك ان الازازتين لازم يكونوا من نفس النوع علشان ما يبقاش فيه فرق في الوزن ما بين الاتنين. تقدري تلعبي التمرين ده 3 مجموعات في 10 عدات. تالت تمرين معانا اسمه بريدج. تمرين البريدج من اسهل التمارين الرياضيه اللي تقدري تلعبيها في البيت لو كنت مبتدئه ولو كنت متقدمه، ومع ان البريدج تمرين سهل جدا لكنه من افضل تمارين المؤخره على الاطلاق، وبيعتبر من افضل تمارين الاكستنشن اللي بتستهدف عضلات المؤخره، ويعتبر من افضل تمارين الاكستنشن اللي بتستهدف عضلات المؤخره بشكل مباشر ومركز جدا. هتنامي على ظهرك وجسمك مفرود على استقامته، وابداي اتني ركبك بحيث القدم تكون مسطحه على الارض من الكعب للصوابع. افردي دراعاتك جنبك بشكل موازي لظهرك، وركزي ان رقبتك تكون مرتخيه مش مشدوده وراسك مرتاحه على الارض عشان ما توجعكيش، وبكده جسمك كله في الوضع الصحيح لاداء التمرين. ابداي برفع المؤخره لفوق بالشكل ده وحسي بالعضله، خلي عضله المؤخره يحصل لها عصر، اثبتي اللحظه فوق وابداي بالنزول بشكل بطيء نسبيا. اتحكمي في جسمك وهو نازل وما تسيبيش نفسك تنزلي مره واحده، لان الحركه السلبيه دي مهمه جدا ومفيده لوصول العضله للهايبرتروفي. لو حسيتي ان التمرين سهل وتافه بالنسبه لقوتك وحاسه انك تقدري تلعبيه باوزان، ابداي حطي اي وزن على وسطك بالشكل ده، وما تقلقيش انك تلعبي التمرين ده بوزن حتى لو كنت مبتدئه، لانه تمرين امن جدا وبعيد عن الاصابات لو بتلعبيه بالاداء اللي شرحته لك. العبيه من 3 ل 4 مجموعات بحيث تكون كل مجموعه من 8 ل 12 عدد. التمرين الرابع معانا اسمه جوبلت سكوات. واحد من انواع السكوات بس سهل شويه عن السكوات بطريقته التقليديه، وده هيخليكي كمبتدئه تلعبي سكوات بشكل كويس وباداء صحيح. هتقفي رجليكي مفتوحه في مستوى الاكتاف، مش فاتحه واسعه، لا انت هتقفي رجليكي مستقيمه والقدم لبره نسبيا زي ما انت شايفه، وده هيديكي ثبات عالي. ابداي النزول من المؤخره مش من الظهر، ركزي قوي في اللحظه دي لانها بتعمل اصابات لو نزلتي بالظهر وعملتي حمل عليه. انزلي واحده واحده لحد ما تبقي عامله زاويه قايمه بركبك، ومش لازم تشيلي وزن خالص في البدايه، ركزي بس انك تنزلي وتطلعي صح. ولو حسيتي ان الموضوع لسه صعب يبقى هاتي كرسي واقعدي عليه بس بنفس فتح الرجل، وانزلي واطلعي على الكرسي لمده مش قليله، يعني ممكن اسبوعين لحد ما تتعودي تلعبيه من غيره. التمرين ده بيستهدف عضلات المؤخره والافخاذ بشكل رئيسي، وبيستهدف كل عضلات اللور بادي بشكل عام، وبيأثر على عضلات البطن كمان. خامس تمرين معانا اسمه هامسترينج كور. ده بقى تمارين الافخاذ الخلفيه وبيعمل لها اكستنشن، يعني بيعزلها وبيركز عليها. تمرين لذيذ قوي واي حد يقدر يعمله. هتلعبيه بالشكل اللي انت شايفاه ده، وحاولي تزودي شويه، يعني بدل 3 مجموعات خليها 4 او 5. نامي وافردي جسمك بشكل مستقيم وريحي رقبتك علشان فقرات العنق ما تشدش عليك. لو حبيتي تحطي حاجه تحت راسك زي مخده او فوطه مفيش اي مشكله، المهم ان رقبتك ما تتشدش. ايديكي هتكون جنبك مفروده عشان تديكي ثبات، ولو الارض تحت رجلك مش ملساء البسي كيس او اي حاجه بلاستيك تخلي كعبك بيتحرك بسهوله، وابداي عدي بالشكل اللي انت شايفاه ده. سادس تمرين معانا هو تمرين البوش اب. نركز بقى شويه على التمرين ده لان التمارين المنزليه ما فيهاش تمارين كتير للجزء العلوي، وتمرين الضغط ده افضل تمرين تقدري تستخدميه كمبتدئه في البيت لانه بيشغل كل عضلات الابر بود، بيركز على الصدر وعضله التراي بشكل اساسي،
وكمان بيشغل الاكتاف والظهر والسواعد بشكل مساعد. التمرين ده سهل جدا تتعلميه. لو ما بتعرفيش تعملي ضغط، هو انك هتبدأي بالضغط وانت سانده على ركبك، فهتبقي شايله نص وزنك بدل وزنك كله. ولو لسه برضو صعب، فتقدري تعمليه على الجدار وانت واقفه بالشكل ده. اسندي ايديكي على الجدار بفتحه مستوى الكتاف، لا توسعي ولا تضيقي، وابدأي ميلي بصدرك واضغطي بدراعك وعدي 4 في 20، وده هيكون لمده اسبوعين. وابدأي اعمليه على الركبه زي ما انت شايفه كده، ولما تلاقي نفسك متمكنه ابدأي اعمليه بجسمك مفرود ومسيرك، هتلاقي نفسك سهل تعمليه، وهتبقي بتعدي بدل العدة 50. قبل ما اقفل معاكي الكلام عن التمرين ده، هرجع واقولك لو كنت مبتدئة او بتتمرني في البيت بدون ادوات، فالتمرين ده افضل تمرين للأبر بود، فلازم تتعلميه وتأديه بامتياز كمان. التمرين السابع معانا تمرين ترايسبس ديبس. تمرين خطر شوية في موضوع الإصابات، مع إنه سهل جدا وتقدري تعمليه ببساطة، بس لازم تركزي قوي في النزول، إنك ما تقفريش في نزولك علشان مفصل الكتف، وانزلي للمستوى اللي انت شايفاه ده. التمرين ده مركز على عضلات الترايسبس وبيشغل عضلة الصدر بشكل أساسي، من نتائجه إنه بيشدلك الدراع كويس وبيديه مظهر جذاب. تقدري تعملي التمرين ده 3 مجموعات في 10 عدات. التمرين الثامن معانا تمرين الفي أبس. نامي على الأرض وإيدك جنب رجلك مفرودين باستقامة جسمك، ارفعي رجلك لفوق وكمان ايدك مع الجزء العلوي من جسمك، وحاولي على قد ما تقدري ان ايدك تلامس رجلك. التمرين هيشغل عضلات البطن العلوية والسفلية واللي بتعتمدي عليهم في رفع جسمك. انزلي بايدك ورجلك لنقطة البداية من غير ما يلمسوا الارض. اعملي التمرين ببطء علشان تستفادي اكتر، وكمان نظمي نفسك كويس وبلاش تكتمي. التمرين التاسع معانا شولدر تابس، وده تمرين بيقوي عضلات الكتف والدراعين، وهنعمله 30 ثانية. هتاخدي وضع البلانك العالي زي ما قدامك في الفيديو، وتبدأي تعملي تاتش خفيف بإيدك على الكتف، مرة باليمين ومرة بالشمال، تعتبر عدة واحدة وتبدلي. هتعملي التمرين ده 10 عدات لكل ناحية، ونرتاح 10 ثواني ونعمل المجموعة التانية، ونرتاح 10 ثواني ونعمل المجموعة التالتة. التمرين العاشر هاي نيز، هنعمله في نهاية التمارين ككارديو لتسريع عملية الاستشفاء. لو بتخسي زودي المدة لحد ما تتعبي، ولو بتزودي العبيه من 10 ل20 دقيقة. التمارين دي تعتبر فول بودي ورك اوت، يعني تمارين جنرال للجسم كله، بس مركزة على الخفصة والمؤخرة والافخاد. نبدأ اولا بالاسترتشات، ثم بدقايق من الكارديو قصيرة للإحماء، ونتمرن مقاومة، وبعد ما نخلص تمرين المقاومة هنتمرن كارديو بشكل مفتوح لحد ما تتعبي. تقدري تلعبيها يوم وترتاحي يومين، وخلال شهر هتلاحظي نتائج كويسة جدا، بس طبعا بدون ما تعملي نظام غذائي هتضيعي مجهودك على الفاضي. عشان كده هقولك على ابسط نظام وأأمن نظام، هو الهرم الغذائي. فكرته بسيطة جدا، انك بتحسبي سعرات جسمك وبتقللي منها 500 كالوري. هتسمعي الكلمتين دول هتستصعبي الموضوع وتحسي انه معقد، تصدقيني الموضوع بسيط جدا، احنا بسطناهولك على الاخر. انت بس هتدخلي على الموقع بتاعنا من تحت الفيديو ده، في اول تعليق هيفتح لك حاسبه السعرات وباللغه العربيه كمان، مفيش اسهل من كده. ادخلي واكتبي وزنك وطولك وسنك ونشاطك، واضغطي على احسب، هيطلع لك جسمك بيحتاج كام سعر حراري في اليوم. لو طلع لك مثلا 2000 سعر يبقى هتقللي 500، يبقى هتاخدي 1500 سعر في اليوم. طيب ازاي هعرف السعرات الموجودة جوه وجباتي؟ برضو ما تتخضيش وتستصعبي الموضوع، انا مبسطالك كل حاجة. هتدخلي برضو في اول تعليق تحت الفيديو على حساب السعرات، هتلاقي جميع انواع الاطعمة وكتبالك كل 100 جرام فيه كام سعر حراري. لو مثلا ال 100 جرام شوفان فيهم 300 سعر، هتبقي عارفة انت اكلتي كام سعر في الوجبة دي. التلات حاجات دول لو اتطبقوا حتى لو بنسب قليلة، هتلاقي النتائج وهتوصلي للي انت عايزاه. اول حاجة هي التمرين. التمرين هو انك تحققي الهايبرتروفي للعضلة، والهايبرتروفي ده مرحلة بنسميها مرحلة الفشل العضلي، وده اني بعمل تضخيم لخلية عضلية عن طريق الضغط عليها اثناء التمرين. المهم انها تمارين بتعمل انقباض وانبساط للعضلة، مش زي تمارين الكارديو. فلما بنحقق الهايبرتروفي للعضلة بالشكل ده بتمارين المقاومة، العضلة بتبقى في حالة ممكن نسميها حالة جوع للأحماض الأمينية، لأن الجسم بيبقى عايز يرجع يبني خلايا تاني، وأثناء النوم الجسم بيحاول يعيد استشفاء نفسه. يبقى الحاجة الأولى هي التمرين، إننا نوصل العضلة لمرحلة الهايبرتروفي. يبقى كده لازم أتمرن كويس، وتاني حاجة لازم أرتاح الراحة الكافية، ودي بنختصرها في النوم، وإن النوم ده يكون بشكل جيد وكافي، يعني إنك تنامي بشكل متواصل نوم عميق. وساعات النوم مش عند كل الناس، في ناس بترتاح من 6 ساعات نوم، وناس من 8 وناس من 9. المهم يكون نوم كافي. طب ليه انام نوم كافي؟ لان وانا نايمه الجسم بيحط كل مجهوده في انه يرمم الخلايا العضليه التالفه. لو الاحماض الامينيه والعناصر الغذائيه دي مش موجوده، مش هيحصل الاستشفاء، او هيحصل استشفاء بشكل اقل، فالعضله مش هتتبني بالشكل المطلوب. يبقى بالتالي لازم اعمل استشفاء. التلات حاجات مرتبطين ببعض، التمرين والاستشفاء والتغذيه، ودي اللي هتكمل الاستشفاء وهتعمل لنا اللي احنا عايزينه. رقم واحد في التغذية هي ان سعراتي الحرارية لازم تكون محسوبة. لو عايزة تزيدي هتزودي 500 سعر حراري،
ولو عايزه تخسي هتنقصي 500 سعر حراري، وحسب تطور جسمك هتقللي او هتزودي. يعني بعد اسبوعين لقيتي وزنك بدا يثبت، يبقى محتاجه تقللي كام سعر حراري تاني. ولو لقيتي نفسك ما بتزيديش مع انك مزوده ال 500 سعر، يبقى محتاجه تزودي تاني. يبقى هنقول تاني، تتمرني كويس، تعملي استشفاء كويس، وتنامي كويس. تالت حاجه، لازم تكون التغذيه كويسه. لو استفدت يا ريت تدعمينا بلايك للفيديو، واكتبي استفسارك في تعليق، لاننا بناخد افكار الفيديوهات من تعليقاتكم. وما تنسيش تعملي شير للفيديو على صفحتك في الفيسبوك، ممكن يفيد اصحابك. واستنونا في الفيديو القادم.